لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي. أيها الأحبة في الله، لبر الوالدين آثار، من أعظمها وأجلها تقبل العمل، فإن الإنسان إذا كان بارا بوالديه كان مقبول العمل، وإذا تقبل الله العمل نفع الله به صاحبه في الدنيا والآخرة، فمن بر والديه فإن الله يتقبل عمله. قال الله تعالى في كتابه: في من بر والديه أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. فجمع لمن بر والديه بين هاتين الثمرتين: قبول العمل وتكفير الخطيئة، فيقبل عمل الإنسان وتكفر خطيئته. قال بعض العلماء: إن البار إذا أصبح وفعل الطاعة وأمسى قبل عمل يومه، وإن العاق لو أطاع الله يومه قد يكون عقوقه سببا في حرمانه القبول للطاعة والعياذ بالله. فلو أصبح صائما وبات قائما وأغضب أباه وأمه لم يقبل الله عز وجل عمله، فإن الله تبارك وتعالى ذكر في قطيعة الرحم أنها توجب للإنسان صمه وعدم أنه تعميه وتصمه، فقال جل وعلا: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فإذا كان هذا في من قطع رحمه فكيف بمن عق والديه والعياذ بالله. فخير ما يجنيه من بر الوالدين قبول العمل. الأمر الثاني الذي يجنيه البار بالوالدين إجابة الدعوة، وقل لإنسان يكون بارا بوالديه ويحجب عن دعوة. ما من إنسان يوفق لبر الوالدين إلا كانت دعوته مستجابة، وإذا توسل لله عز وجل ببر الوالدين فرج الله كربته ونفس الله همه وغمه، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة النفر الذين دخلوا الغار. قال الثالث: اللهم إنك كنت تعلم أن لي والدين، كنت لا أغبط قبل غبوقهما، وكنت آتي بالعشي فأحلب فلا أغبط قبل غبوقهما، وإني قد نأى بي الشجر يوما فتأخرت عليهما فقدمت وقد ناما، فاحتلبت لهما وقمت على رأسيهما فكرهت أن أوقظهما حتى طلع الصبح والصبية يتضاغون عند قدمي. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله الصخرة عنهم حتى خرجوا. فمن كان بارا بوالديه استجاب الله دعوته وفرج الله كربته. والله لن تجد بارا يساء في الحياة غالبا، لن يطلب طريقا إلا سهله الله له، ولن يقرع بابا إلا فتحه الله في وجهه، ولا تمنى أمرا من الخير إلا يسر الله له سبيله. بر الوالدين من أعظم الأسباب التي توجب الرحمة من الله في تيسير الأمور، والعكس بالعكس، فإن العاق ما حضر مكانا إلا كان شؤما على أهله، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، فكيف بالذي عق والديه. فالمقصود أن من أراد أن يجني ثمرة البر فمن أعظمها أن الله يجيب دعوته، وأن الله يفرج كربته، وأن الله تعالى يكون معه في شدته وعسره. فمن فضائل البر انشراح الصدور، ولذلك قل أن تجد بارا منقبض الصدر، وقل أن تجد إنسانا بارا تضيق عليه الحياة أو يشكي نكدها أو همها، لأن من بركات البر وآثاره الحميدة على الإنسان في نفسه انشراح صدره. فإن القلوب تنشرح بطاعة الله، وأعظم الطاعات بعد عبادة الله بر الوالدين. فمن وجد في قلبه ضيقا أو حرجا فليتفقد حقوق الوالدين عليه، فلعله أن يكون أساء إلى الوالدين بكلمة، أو أساء إلى أمه أو أبيه بزلة، فليطلب سماحها، عل الله أن يذهب عنه همها وغمها. أيها الأحبة في الله، من أراد أن يبر الوالدين فليأخذ بالأسباب.
أعظمها الدعاء، فيسأل الله البر ويستعيذ منه من العقوق. الأمر الثاني أن تحس أن وجود الوالدين ليس بدائم، وأنه سيأتي اليوم الذي يفقد الإنسان فيه أمه أو أباه، ولا شك أن ذلك قادم إن عاجلا أو آجلا. فإذا وجدت الوالدين أمامك فاحمد نعمة الله عز وجل بوجودهما، ولا تضمن أن تمسي ولا تراهما، فإن هذا مما يعين على البر ويشوق الإنسان إلى اغتنام وجود الوالدين.